سيما، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على كيتشن امال تونيزي. نهاركم اسعد الايام، نهاركم طيب، نهاركم مبروك الناس الكل، ربي يفضلكم وربي يخليكم. نتلاقاو اليوم في غوسيت جديده. الغوسيت نتاع اليوم باش تكون معناها وصفات صحيه بالمكون نتاعها الرئيسي هو هذا. نتصور الناس الكل عرفتوه. قلتو لكم اخر مره كي عملت معناها المباشر، عملت النسلي في ميزان، قلت لكم راني شريت الخروب وراني ان شاء الله نبرتاجي معاكم وصفات بالخروب. دونك هذايا يتسمى جو كوا في البلدان الكل معناها نفس التسمى اللي هو خروب. دونك بنين برشا نجمو ناكلوه هكا. شاركت معاكم الدبس نتاع الخروب قبل، لكن اليوم باش يكون فيديو فيه وصفات صحية تنفعكم إن شاء الله بالمكون هذا اللي هو الخروب. حاجة بنينة برشا ومن الحاجات اللي تحفونا برشا، سواء العصير متاعه، سواء العسل متاعه، سواء البودر متاعه هو كما عملت معاكم التمر زيدا كيف كيف. باش نعمل زيدا نفس الطريقة هذيك لكن في الخروب اللي هو زيدا يستعمل كبديل للسكر. العسل نتاعو كيف كيف نحطو في التاي، في الليجاتو، في كل شيء. عملت معاكم الرب نتاع ولا العسل نتاع الخروب، وعملت كيكه كيف كيف. بلا غلط ديما الوصفات اللي القديمه دونك ما خديتش برشا حظها، ولكن معناها دي غوسيت تحفونين برشا. تجمو تكتبوا عسل الخروب مطبخ عمل تونسيه ولا كيكه الخروب كيف كيف، تلقاوها الكيكه جات بنينه روعه على الاخر. دونك قلت بوكو با خديت كميه هذه معرفت كيما شفتوها، عاودت مشيت رجعت خديت كمية اخرى، قلت بوركو با باش نشارك معاكم الوصفات هذوما. وان بليس انتوما تنجموا زادة تعملوا الكمية هذه. صحيح تاخذ وقت، صحيح فيها شوية تعب، اما صدقوني النتيجة ياسر تحفونا مقارنة يعني برشا حاجات احنا نشيوها. دونك كيما قلت لكم عاودت خديت كميه اخرى. دونك شامل اكثر العسل لاني انا باش نبارطاجي معاكم ان شاء الله كيما قلت لكم برشا وصفات من الحاجات اللي تقوي برشا 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 المناعه، ونستعملوها كبديل للسكر في التاي، في القهوه، في اللي تحبوا انتوما. دونك الكميه هذه باش نحطها في الفور، باش نعمل البودر نتاع معناها الخروب. البودر كيما عملنا بالضبط التمر، معناها السكر نقولوا احنا السكر الخروب فوالا. وهوني الكميه هذه باش نخليها هكا شويه توات معناها يتسقطر شويه خاطر غسلته، باش هذا قلت لكم خذيته المره الثانيه معناها باش يتسقطر باش نعمل به الدبس نتاع الخروب اللي موجود ديجا على قناتي. دونك هذا باش ناخذ دونك هوني توا نبدا نشوفو. وكيما نقولوا احنا باش نبدا هكا نفتفتهم، نحيو ديجا نحاولوا احنا نحيو هذوما، وحتى من بعد كان معناها ما قدرناش نحاولوا قبل ما نحيو نحيو هذيا. كيما شفتوا هوني طريه على الاخر ياسر بنينه هذيا، يعملوا به كيما قلت لكم قبل الجيلاتين، معناها الجيلاتين يعملوه بهذيا القلوب نقولوا احنا نتاع الخروب يصنعوا بها الجيلاتين. دونك نحاول انا نعمل هذوما الكل ونرجع لكم ان شاء الله. وان شاء الله الفيديو يعجبكم والوصفات زاده كيف كيف اللي نبارطاجيها اليوم معاكم تعجبكم الناس الكل. كيما قلت لكم صحيح يتعب، صحيح فيه برشا معناها خدمه، اما صدقوني النتيجه تحفونا برشا كمان. دونك هوني باش نعملو هكا شويه وبعد ندخلو للفور مده 10 دقائق. باهي كملنا كيما تشوفوا احنا الخروب. جست انا باش نعاود نتفقد نحي هذوما، دونك نجمو نحيوهم توا ولا من بعد. دونك الكميه هذه تقريبا كيلو ونص حاجه هكا. انا الكيلو انا لقيته مرفيت اغلى شويه 5000، المره هذه نلقاه 3000. الاخرين هذوما معناها اللي شريتهم من الويله ممسوحين والكل، راهو خاطر تعرفوا كي نشريوهم عندي تويب راهو فيهم تراب والكل. دونك نردو بينا هاكا نغسلوهم نخليهم يشيحوا، ومن بعد هيك باش نحطهم في الفور. والاخرين دونك اللي شريتهم دونك هذوك بالطبيعه هاكا باش نغسلوهم، غسلتهم يتسقطوا دونك، باش نحطهم من بعد نحط معاهم الماء سخون. دونك هذايا ديريكت باش نمشي للفور ونتعداو لهوني زاده نفس الطريقه اللي عملناها هوني زاده كيف كيف، باش نحاولوا هكا نقصوهم ونحطوهم في السلاديه هذه، ومن بعد باش نضيفوا الماء سخوني. هذايا العسل اللي عملناه قبل دونك شاركتكم قبل الغوسيت، اما جوست هاكا توا جوست باش نوريكم في نفس الفيديو باش انتوما زاده تستفيدوا. كما تشوفوا هوني فتفتناهم دونك الحقيقه معناها هو قاصح شويه، اما هاكا احنا نحاولوا باش نفتفتوا معناها الكل هكا هكا لقشات صغيرات. باش ناخذ هني السلاديه نتاعي، بسم الله. هوني تقريبا الكميه تقريبا هكا 3 كيلو حاجه هكا اقل شويه. دونك هوني باش نحطوا قدر 4 لترات ماء، الماء لازم يكون سخون. شوفوا انا بدلت في هذه، حبيت حاجه ما اكبر سلاديه صغيره
هذه اخر ادره نتاع ماء باش نضيفوها ونخليوه بالطبيعه. بالنسبه لهوني باش نخليه ليله كامله ونرجع لكم ان شاء الله يوم تغدوا، خاطر هذا يلزمو يقعد بالباهي في الماء، ما يلزمو يكون سخون على الاخر. هذا هو باش نعمل به العسل نتاع الخروب، عملته كما قلت لكم معاكم قبل. دونك توا باش نحطوا هذه دو كوتي. بسم الله. دونك باش ناخذوا هذا خرجناه من الفور، لاباري نتاعي ونرحيو البودر، معناها نرحيو الخروب حتى يولي كيما السكر. فوالا هو المسحوق والا البودره نتاع الخروب. الحقيقه هو نفس الطريقه نتاع التمر، دونك يتعب الحق يتعب، خاطر بعد ما تحطه شويه في الفور تخليه يبرد ومن بعد باش معناها ترحيه. ونرحي زاده كيما قلت لكم بالربو هذيك، دونك نرحي بشويه نخاف معناها نكسره وكل. دونك هاكا بالسياسه نرحي وكا هاو. هذا نستعملوه في القهوه في اللي تحبوا انتوما، يا حبة ذاك تنجموا ترحيوا في الطاحونه، دونك حاجه تحفونه برشا ويجيكم بودغ بودغ على الاخر. انا غربلته مرتين. دونك هذا هو. دونك كيما قلت لكم خليت باش نعملوا الدبس نتاع ولا العسل ولا الرب كيما تحبوا نتوما. غدوه ان شاء الله نرجع معاكم باش نكمل البقيه نتاع الفيديو، دونك ونشارككم زاده وصفات اخرين ان شاء الله. مازال لنا العصير نتاع الخروب، الجو نتاع الخروب، ومازال لنا زاده كيف كيف سامحوني الدبس. وان شاء الله بتاتخ نشاركش معاكم زيدا مهلبية والا كريمة والا كما نسميوها متاع الخروب. دونك حبيت نجمع لكم الكل في فيديو وحده يكون خاص بالخروب، المنافع متاعه والاهمية متاعه متاع تقوية المناعة. ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله زيدا انتم تحبوا الفيديو. دونك يلا ملتقانا ان شاء الله في بقية الفيديو غدوة ان شاء الله. عودنا نرجع لكم بليتو صبيح نقول لكم نهاركم زين مرة اخرى. دونك انا قسمتهم على زوز، دونك خاطر الكميه برشا الحقيقه. تنجموا تشوفوا كي تحبوا تعملوا كميه صغيره الفيديو نتاع نخليه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. عملت جوست ارطال جو كوا اكاهو، دونك النتيجه تحفونه. انا حبيت نعمل كبيه مع اكثر او كتقعدوا الكل، وكما شفتوا معناها البودره هذيك عملناها مع بعضنا. ان شاء الله نعمل قهوه هكا ونشارككم معناها طريقه تحفونه برشا. نجموا مغرفه كهو نحطوها في القهوه ياسر بنين. دونك هذايا قسمت هوني، وفما هوني زيد كيف كيف زوز معناها ديكا صغيره. هوني باش نوريكم انه قداش معناها من بعد ما قليناه اللي كامل قداش ولا طري، معناها طري اكثر. ها هوني معلش كان ظاهر هكا، ها هو معناها ولا طري. دونك توا باش نحطو مده ساعه ونص فوالا نقولو يطيب شويه، وبعد نرجع نصفيه. صحيح طويل العمليه، صحيح معناها تاخد برشا وقت، هذاك علاش معناها البارح واليوم وكل. دونك اما صدقوني ياسر 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 راهي النتيجه تحفونه برشا. دونك جست نحط انا الكاسرول تاعي، وفي نفس الوقت هكا باش نحضر فطوري والكل، وكان عندي باش نخرجو. وهكا بالطبيعه يطيب معانا الخروب. دونك هذاك علاش كي نعملوه لازم تبدا عندنا حاجات هكا باش نعملوهم، باش نخليهم ساعه ونص ومن بعد نرجعوا له. يلا بعد ساعه ونص دونك هوني بالطبيعه قعد يطيب. دونك شفتوا الماء نقص شويه على الكمية اللي حطيناها. دونك من الاول باش نبدا بالكاسرول، بالكاسرول خاطر هما زوز كيما تشوفوا انا عملت كمية كبيرة. دونك باش ناخذ الباسين هذي بالطبيعة أحسن. دونك هذي باش ناخذ الباسين هذي وباش نصفي الماء هذاك الكل، لازم نخليوها تبرد. هوني بعد ما صفينا نرجعو نحيو هذايا دو كوتي باش نخليو بلا هذاك حاجتنا بيه، لكن باش نحاولو نخرجو زادا أكثر شوية كمية. ديجا باش نضيف هوني قرابة نقولو إيترا ولا أقل شوية ماء سخون يكون ياخد باتور بلونجون. نرحيهم نرحيهم نصفيهم ونفس الطريقه الكاسرول الاخرى، وبالطبيعه نخليو الرب الرب ولا العسل نتاعنا يطيب. فوالا بسم الله.
عملنا صافينا كل ورحينا وعودنا باش القوة بتاعه كل نخليوها هوني. هذي حاليا هو جو، حاليا هذا هو عصير. دونك تنجم تتعبيوه معنا في دبوزة تحطوه هكا تخليوه يبرد شوية، ولا تزيدوه هكا غلاسون ويتشرب. دونك هذي هو العصير. دونك بنين 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 على الاخر، انا بكري ضقته الحقيقه بنين وسكري، ما يستحق باش نضيفه حتى شيء. دونك هذايا حاليا هو العصير نتاع الخروب نتاعنا. نجمو زيد من بعد ما نعملوا العسل ناخذوا مغرفه ونزيدوها ماء، دونك نحلوه بالماء عصير زيد كيف كيف. اما هذايا دونك حاليا هو العصير، دونك احنا باش نمشيو نطيبوه، نمشي ولي معنا عسل. فوالا نشرب انا ياسر بنين 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 بنين. هذه هكا سخونه ما كيزيد يبرد يكون البنة اكثر. دونك توا باش ناخذ الكاسرول نتاعي نصب هوني. بسم الله باش نطيب، والباقي باش نخليه بالطبيعه عصير. دونك هذيك نطيبوا مع بعضنا. دونك هوني للطيب حتى لين يعقاد معانا على الاخر. دونك تنجم تاخذ ساعتين كما ياخذ ساعه ثلاثة سوايع. دونك نحطوها على نار متوسطه ونطيبوا بطبيعة الحال العسل نتاعنا. دونك كملنا الخروب نتاعنا طاب. دونك هوني خليته لين يبرد كومبليتمون، او هوني كيما تشوفوا خليته اكسبري هوني في الكاسرول. دونك خذي معايا انا ثلاثة سوايع قد ما تشوفوا الكميه معناها برشا استعملناها، ولكن ديما تعطينا كونتيتي صغيره. هذا هو العسل نتاع الخروب. دونك النتيجه تحفونا برشا حلو ياسر سكري. دونك انا الحقيقه باش نحضر قهوه باش نوريكم انه هذايا نجمو ناخذو مغرفه منه ونزيدوه معناها كيما نقولوا احنا هكا عصير. دونك نزيدوه شويه ماء باش يولي جو. نجمو زيدا هوني نجمو زيدا هذا ناخذو معناها الحليب ونضيفوا له سامحوني مغرفه من هوني. اتو باش نوريكم انا تو باش ناخذ غليت انا الحليب نتاعي باش نعمل قهوه. بسم الله نحط الحليب. أوبس بلبزنا الدنيا مش مشكلة نمسح. المهم الإفادة، إن شاء الله الفيديو يعجبكم الكل وإن شاء الله تستفيدوا منه، وإن شاء الله زيدا أنتم تطلعوه ببيعتكم باللايك والكل باش الناس الكل تستفيد من الغوصات هذوما اللي جمعتهم لكم الكل في فيديو واحد. دونك خلينا الحليب باش ناخذ البودر اللي حضرناها مع بعضنا هذيك، ناخذ هوني هكا شوية، ونجمو زيدا ناخذ هوني العسل هذاك. نحضروا الحليب معناها القهوة نتاعنا بنينة برشا. نجمو زيدا تاي نجمو زيدا نحطو هوني مغرفة ونضيفولها ماء معناها سخون ونشربوه. يعني اوكي اعطيكم انا الافكار وانتوما كيفاش تحبوا. هذه هي القهوة نتاعي. دونك بنينة 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 برشا، والخروب كيما تعرفوا معناها حاجات طبيعية برشا. حبيت نجمع في الفيديو هذايا حاجات معناها جربتهم اول حاجة، وحاجات بنين وصحيين على الاخر كيما ديما تطلبوا. دونك بعد شوية باش نحضركم مهل بيا والا محل بيا والا كريم نتاع الخروب. اقعدوا مش اقعدوا معناها في الفيديو سقطوا توا جوست انا نشرب هكا شويه قهوتي ونحضر معاكم المهلبيه نتاع الخروب باي كيتشن امل تونيزيان. تقريبا لاول مره على اليوتيوب باش تشوفوها الغوصات هذيا، فكرتي الحقيقه وحبيت انا نجسدها بالهوني بالعسل نتاع الخروب اللي حضرناه مع بعض. يلا فما جو اخر بنا اخرى محليه.
هوني بالنسبة للمحلبية متاعنا ولا المهلبية ولا الكريم كما نحبو نسميوها نسميوها. دونك عندي هوني نصيطر حليب، عندي هوني ثلاثة مغارف نشاي، مغارف كبار متاع أكل، عندي هوني زيت كيف كيف ثلاثة مغارف فارينة، نخلطو الكل في البارد. عندي هوني كيس خميرة سامحيني سكر فاني، نخلطو الكل مع بعضو في البارد. وهوني عندي قدر 50 مليليتر، بين 50 و60 مليليتر العسل هذاك متاع الخروب اللي عملناه مع بعض. نخلط الكل، مش باش نحطو السكر الحقيقة خاطر هو حلو. هوني دونك نجمو نضيفو حتى نص مغرفة صغيرة كاكاو، مش المر معني هذيك النورمال، جوست هكا علور. ومن بعد نمشيو نطيبو ونرجعو نحطوهم في الليبال نتاعهم ونخليوهم يبردو ونزينوهم. كملنا طيبنا كما تشوفو الريحة محلاها. دونك عندي هوني قدر مغرفة صغيرة زبدة، خلطوا الكل. هوني تنجموا تذوقوا، تحبوا تزيدوا السكر زيدوا على ريحكم، انا مش نضيف حتى شيء. لكن فما أستيز اخرى تنجموا تضيفوا الشوكولا، هوني روك باش تحطوا معنا السكر تنجموا تضيفوا الشوكولاتة هيك تعطي جوزة مزيان. انا حاليا مش نضيف حتى شيء خاطر الحقيقة هيك بنينة عندي وسيبا جوست. انا توا هيك جمعنا باش نحط في الكوب متاعي وبعد نخليها تبرد، هذيك اهم حاجة، ونزينها. هنا برشا صحيه، ان شاء الله نتوما زاده تعجبكم، ان شاء الله تجربوها. الوقت الحقيقه اكثر حاجه هي تاخذوا، سامحوني معناها العسل هذاك باش نطيبوه، ولكن النتيجه تحفونا. نتمنى الناس الكل يعجبكم الفيديو، تبارتاجيو سامحوني لو ماكسيموم، تعملوا لايكات زاده برشا 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 باش الناس الكل تستفاد الحقيقه من الفيديو هذايا. صحيح معناها فيه برشا تعب ما نقولش لي، اما النتيجه كما ديما نقول راهو التعب كي في حاجه صحيه ونافعه بوكو با، هيك نسنسو صغارنا ونسنسو حتى رواحنا. ديجا نرجعوا للحاجات الزمنيه، الحاجات البنينه اللي معناها ديجا الخروب ديجا منسومو معناها ماهيش حاجه مكلفه، ولكن المقوي برشا 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 للمناعه. وتنجموا تكتبوا المنافع الخروب وتلقاو نتوما زاده الحاجات اللي تفيدكم. دونك في نهايه الفيديو بقى لي كيفاش نقول لكم في امان الله، بقى لي جوست هكا نمسح جوست لي كوتي ونزينهم ونحطهم ديما في التقديم كما العاده. نحبكم برشا، ما تنساوش لي بارتاج ولايك ولي كومونتير اللي يعجبوني برشا، وتعليقاتكم على الفيديو اللي ان شاء الله يكون مفيد لكم. هكا وصفات متنوعه خاصه بفوائد الخروب وفي شنو نجمو نستعملوه. باش نكمل قهوتي نغسل الماعون كاو. بسلامه.